يا مساء الخير. البداية تحية لكل أهلوية راجعين لحضراتكم في اليوم والموعد الكبير النهاردة. طبعا أنا عارف ومتأكد أن كل أهلوية اللي بيتابعوا شاشة الأهلي عارف أن في موضوعات كتيرة جدا تهمكم، في ملفات أكتر يمكن اتفتحت الفترة الأخيرة مع رجوعنا. بالتأكيد هنتكلم ونفتح مع حضراتكم كل الملفات دي وكل ما أثير في الفترة الأخيرة ولا يتعلق بالأهلي أو لاعبي الأهلي ونجومه أو مسابقاته وبطولاته المقبل عليها في الفترة اللي جاية. لكن النهاردة هنأجل كل ده، معنا الأسبوع كله هنتكلم في كل الملفات ونقول لكم على آخر المستجدات فيما يتعلق بالملفات دي على مدار حلقات اللي جاية من السادسة. النهاردة لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة، المواجهة واحدة من المواجهات الكبيرة الحقيقة واللي بننتظرها وبتنتظرها جماهير الكرة الأفريقية، مش بس جماهير الكرة في مصر والمغرب، الأهلي الرجاء في مباراة الحسم، في مباراة التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري الأبطال. الأهلي بالتأكيد حظوظه أفضل، رهاني وبإذن الله الاحتمال الأكبر إن شاء الله بإذن الله أنه أنا بقابلكم هنا في نفس المكان بكرة كمان 24 ساعة أكون بهنيكم بالتأهل إن شاء الله بإذن الله. واثق أن الأهلي النهاردة بإذن الله قادر يقدم عرض قوي، مباراة لا تخلو من الدوافع الحقيقة عند الطرفين والاثنين من الكبار، حتى وإن غاب الرجاء عن منصات التتويج لسنين طويلة جدا لكن يبقى دايما واحد من كبار القارة الأفريقية، واحد من الفرق دايما المؤهلة للمنافسة على تذكرة التأهل، له كل التقدير والاحترام. ويمكن الأهلي مش غريب على المغرب، يعني لو حسبت عدد مواجهات الأهلي خارج الديار خارج الأرض في الموسمين الثلاثة الأخيرين هتجد أنه أكتر دولة لعب فيها النادي الأهلي هي المغرب الشقيقة، وبالتالي الأهلي بالنسبة لأشقائنا في المغرب كتاب مفتوح. واجهنا الوداد في نسختين مختلفتين من دوري الأبطال، واجهنا الرجاء نفسه في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، واجهنا الرجاء قبل كده حتى وإن لم تكن في المغرب، أعتقد كانت في قطر في مباراة السوبر الإفريقي اللي توج الأهلي بلقبها. واجهنا طبعا عدد كبير جدا من الفرق أو من زعماء وأبطال القارات في ملاعب المغرب، فبالتالي الأهلي مش غريب عن المغرب والمغاربة مش غرباء عن الأهلي. نتمنى إن شاء الله بإذن الله الأهلي يرجع من النهاردة بتذكرة التأهل اللي بالفعل حسمها فريق الوداد المغربي، وايضا سان داونز حسموا تقريبا، يعني انا كنت في الدقائق الاخيره في مباراه سان داونز وسيمبا وشباب لوزداد، وسان داونز كسب 2-1 في مباراه العوده بعد ما حسم طبعا التاهل في مباراه الذهاب في الجزائر بنتيجه 4-1. الوداد قدر يصحح اوضاعه ويتغلب على سيمبا حتى وان كانت بركلات الترجيح، وبالتالي في الناحيه الثانيه مواجهه من العيار الثقيل عندنا سان داونز في مواجهة الوداد، واحد منهم إن شاء الله يتأهل لمواجهة الأهلي إذا ما نجحنا في مواصلة المشوار وتخطي عقبة الرجاء النهاردة. وبعدها طبعا هتكون غالبا مواجهة الترجي التونسي اللي تفوق على شباب القبائل في الجزائر على ملعبه خارج ملعبه يعني بنتيجة 1-0، وبالتالي فرصه أكبر في حسم البطاقة لأنه مباراة العودة هتكون في تونس. على كل أحوال هنتابع مباراة النهاردة قبل ساعات وهنروح مع حضراتكم على مدار الحلقة للمغرب نعرف الدقائق الأخيرة أو الساعات الأخيرة وتحضيرات الأهلي والمحاضرة الفنية وبرنامج أو خليني أقول أجندة النادي الأهلي في الساعات الأخيرة إن شاء الله قبل مواجهة الرجاء البيضاوي. خليني بس في بداية الحلقة النهاردة لازم أتوجه بالتهنئة لفريق سيدات الكرة اليد اللي توج ببطولة الكاس والدوري، يعني البطولتين قدر يحققهم بعد ايام طبعا من تخطي الزمالك في والفوز ببطوله الكاس، النهارده بيفوز ببطوله الدوري. ويمكن كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره كانوا حريصين على تهنئه لاعبات الفريق الاول لكره اليد والجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي بعد الفوز بالدوري بجانب بطوله الكاس اللي حققها الفريق قبل ايام، واشاد رئيس النادي بالاداء المتميز للاعبات والروح العاليه والاصرار على المكسب والجمع بين البطولتين، وقال انه الانتصار ده بيحمل الفريق مسؤوليات اكبر فيما هو قادم سواء على المستوى المحلي او المستوى القاري، ولابد من مضاعفه الجهد والاستعداد القوي للحفاظ على الصداره واسعاد جماهير النادي الاهلي الخصم المشترك في كل البطولات والانتصارات في كافه الالعاب. موسم الحقيقه ولا اروع لابطال الصالات، وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله مزيد من الألقاب في القريب العاجل. خلينا بقى قبل ما ندخل في تفاصيل ماتش النهاردة ونقرب مع حضراتكم لفرقتنا وظروفها والساعات الأخيرة قبل المواجهة نروح لفاصل ونرجع نروح المغرب على مستويين نشوف طبعا أخبار فرقتنا هناك إيه ونسمع رأي أشقائنا المغاربة على مدار الحلقة طبعا في المواجهة الصعبة والمنتظرة اللي هتجمع بين الأهلي والرجاء الليلة بتوقيت القاهرة الساعة 10 مساء إن شاء الله. فاصل ونرجع نبدأ حلقتنا.
زي ما قلت لحضراتكم، مباراة المنتظرة النهاردة، مباراة لا تغيب عنها الدوافع، والكلام ده ينطبق زي ما بينطبق على الأهلي بالتأكيد ينطبق أيضا على الرجاء، ويمكن الرجاء أكتر شويتين. ليه الرجاء أكتر شويتين؟ لأن الموسم ده بالنسبة للرجاء تقريبا منتهي أو شبه منتهي، فقد فرصه في المنافسة على أي من الألقاب أو البطولات اللي خدها، أوضاعه يمكن على المستوى المحلي مش في أفضل أحواله، وبالتالي خروجه النهاردة على إيد النادي الأهلي يعني الخروج من الموسم خالي الوفاض، ما عندوش أي فرصة لتحقيق لقب تاني، وبالتالي تتوقع سيناريو شرس جدا، وطبعا من حقه يدافع عن فرصه في التأهل على حساب النادي الأهلي، لكن تبقى الأهلي وفرصه أفضل. أنت النهاردة رايح المغرب وفي جيبك فوز إلى حد كبير مريح ومطمئن، يعني فكرة أنه الأهلي يخسر بفارق ثلاثة دي فكرة صعبة شوية، فكرة مستحيلة، وإن كان كل شيء وارد في كرة القدم يعني، ده سيناريو ما نتمناهوش، لكن أنت النهاردة رايح معاك فرصة المكسب بأي نتيجة، معاك فرصة التعادل إيجابي كان أو سلبي، معاك فرصة حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، وبالتالي أي من السيناريوهات الثلاثة دول يأهلك لمواجهة الترجي، غالبا الترجي، يعني أنا براهن على الترجي أكتر من شبيبة القبائل، لأنه شبيبة خسران في ملعبه بنتيجة 1-0، وبالتالي صعب، وان كانت 1-0 في كرة القدم نتيجة مش بعيدة قوي، وارد جدا شباب القبائل ممكن يعمل نتيجة إيجابية في تونس، لكن في النهاية بشوف انه اجمالا شكل الموسم، شكل الترجي الموسم ده يأهله أكتر للتأهل على حساب الشبيبة، وبالتالي هتكون مواجهة الأهلي بإذن الله إذا ما تخطى الرجاء النهاردة في مواجهة الترجي التونسي، دي ناحية، والناحية التانية هيكون عندك الوداد وسان داونز، تقدر تقول عليه مربع الذهب فعلا، يعني قياسا على النتائج اللي حصلت الموسم ده، اعتقد ان دول افضل اربع فرق خاضوا المشوار في بطوله دوري الابطال، وبالتالي هيكون طبعا يعني قبل نهائي ناري، يعني بتتكلم على سان داونز واحد من اقوى الفرق في البطوله مع الوداد الكبير، والوداد يبقى دايما كبير، دايما ما تقللش من اسم اي فريق بطل او اي فريق عنده شخصيه البطل، حتى وان كان ظروفه في الموسم ده، يعني اللي يشوف الاهلي مثلا في دوري الابطال في بطوله دوري الابطال في دور المجموعات ما يقولش انه الاهلي جاهز للمنافسه على اللقب، لكن الاهلي بمجرد ما بيتخطى دور المجموعات، وبالمناسبه السيناريو ده مش بس السنه دي، ده السنه دي والسنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها، بيبقى شيء تاني خالص، لانه الفريق صاحب شخصيه البطل او الفريق اللي عنده دايما روح البطوله وعارف دايما انه هدفه اللقب ولا شيء غير اللقب، دايما لازم تعمل له حساب حتى لو ما كانش فيه افضل مستوياته. من وجهه نظري الوصول الوداد في مواجهه سان داونز ده خدم الاهلي، لانه ايا كان الطرف اللي هيتاهل عن الناحيه دي او اللاج دي هيكون منهك الى حد كبير جدا في المباراه النهائيه، سواء كان الوداد على حساب سان داونز او سان داونز على حساب الوداد. نيجي بقى لعندنا ودي قصتنا طبعا، النهارده اعتقد ان احنا عندنا الافضليه، وباذن الله ان شاء الله باذن الله توقعاتي تصدق، وان شاء الله باذن الله الاهلي النهارده هيحقق مكسب في مباراة الرجاء. الرجاء بيقولوا عنده مشاكل وكلام كتير جدا في ال 48 ساعة الأخيرة على مشاكل الرجاء، لكن أنا بقول لحضراتكم الملعب غير، وقصة المشاكل كانت فنية كانت إدارية كانت ليها علاقة بأسماء نجوم في الفريق مع الجهاز الفني، أو ليها علاقة على المستوى الإداري بالمسؤولين أو إدارة نادي الرجاء المغربي اللي بالمناسبة رفعت مكافأة الفوز أو رفعت مكافأة التأهل على حساب الأهلي المصري عشان تحاول يعني تجدد الدوافع عند لاعبتها من 80,000 درهم اعتقد ل 110,000 درهم، كل الكلام اللي بيتقال قبل المباراه شيء، وال 90 دقيقه على ارض الملعب شيء تاني خالص. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد في الدار البيضاء، المباراه النهارده هتلعب على ملعب محمد الخامس، خلينا نروح لكريم ونعرف اخر اخبار الفرقه، يعني برنامج اليوم النهارده كان عامل ازاي، الساعات الاخيره ازاي بنحضر لمباراه الرجاء النهارده، وازاي مستر كولر بيجهز فرقته. نروح لكريم في الدار البيضاء، مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، نطمن كل جمهورنا من خلالك ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، كل استعدادات الحقيقه كانت على قدم وساق وبكل جديه من اول يوم، الفرقة قافلة على نفسها بشكل كبير، عندنا هدف محدد هو إن شاء الله الحصول على بطاقة التأهل، مهما كانت كل الظروف النادي الأهلي قابل صعوبات كتيرة جدا، قابل كثافة جماهيرية، قابل أرضيات ملعب، قابل يمكن طقس متقلب بشكل كبير، عشان كده بقول لك الرغبة اللي شايفينها في عيون اللاعبين
اللاعبين والتركيز اللي بنشوفه في التدريبات الحقيقه، وتحديدا تدريب الامس اللي كان فيه حماس كبير جدا وجديه. الكل عنده هدف والكل عارف ان في ملايين من جماهير النادي الاهلي منتظره النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في المباراه النهائيه، ومنتظر النادي الاهلي ان شاء الله يكون حامل ليه لقب البطوله الافريقيه كعادته طبعا 10 بطولات. بنطمع ان شاء الله باذن الله تستمر النادي الاهلي باذن الله في الحصول على البطوله الافريقيه، الحلم الكبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي. اجواء طيبه جدا زميلي احمد، استعدادات من مستر كولر، من محاضرات تفنيه، من تجمعات مع لاعبي النادي الاهلي. الراجل مدي مهام مهمه جدا ومحدده ان شاء الله هنشوفها في هذه المباراه. قراءته الحقيقه ممتازه، بنشوف الحقيقه يمكن في كواليس ما بنقدرش نتكلم عليها، لكن بنطمن كل جمهور النادي الاهلي الراجل شغال بكل قوة. الجهاز الفني مميز جدا، ياسين المكاري بيأدي أداء أكثر من رائع في تحليل كل المباريات. هارالد أيضا كمان المدرب فريق النادي الأهلي كابتن سامي، الكل بيجتهد، الكل معاه فايل، الكل بيجتهد في كل طبعا التوجهات اللي بيقلها مستر كولر. فيا رب إن شاء الله بإذن الله تكلل بالنجاح، وأيضا كمان فريق النادي الأهلي النهارده يدخل في المباراة بالشكل المطلوب، يكون سريع، يكون مقفل. إحنا عندنا سيناريوهات كتيرة جدا يا أحمد وأنت عارف كده، لكن إحنا عندنا هدف محدد إن شاء الله، احرز هدف، حط جون، ده الامر اللي احنا بنتمناه. بعد كده كل الامور ان شاء الله هتتسهلنا بمشيئه الله. في اللحظات اللي انا بكلمك فيها زميلي احمد، يعني لاعبي النادي الاهلي من وجبه الغداء للمحاضره مباشره ان شاء الله باذن الله، التعليمات الاخيره، الرتوش الاخيره، بعثه النادي الاهلي بالكامل بمشيئه الله هتتوجه من هنا من فندق الاقامه طبعا الى مركب محمد الخامس اللي هيستقبل مباراه اليوم في تمام الساعه 6 بتوقيت الدار البيضاء، 8 بتوقيت القاهره. الامور طيبه الحمد لله، التركيز موجود، لكن ينقصنا ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله. يمكن انتوا خلاص يعني احنا خدنا على المغرب والمغرب خدت علينا. انا كنت كريم بقول في اول حلقه انه اكتر دوله لعب فيها الاهلي مباريات خارج ملعبه او خارج ارضه هي المغرب، سواء في مواجهه الوداد او في مواجهه الرجاء في بطولات افريقيا، او حتى في مواجهه كايزر تشيفز في نهائي دوري الابطال، او طبعا ماتشات كاس العالم للانديه. فبالتالي الاهلي بالنسبه للمغاربه كتاب مفتوح، والمغاربه والفرق المغربيه بالنسبه للاهلي برضه كتاب مفتوح. الاجواء عندك في المغرب، وسائل الاعلام في المغرب بتتكلم ازاي عن اللقاء، وبتتكلم ازاي عن فرص الاهلي بعد تفوقه ذهابا بنتيجه 2-0؟ يعني بالتاكيد طبعا يمكن قلنا التشجيع هنا منقسم شقين، طبعا كل جمهور الوداد بيشجع النادي الاهلي وبيحفز النادي الاهلي بعيدا طبعا عن هذه المباراه. على الجانب الاخر ايضا كمان نادي الرجاء، يمكن زي ما انت ذكرت زميلي احمد، عندهم مكافئات، في تحفيز كبير، في كثافه جماهيريه كبيره جدا، الصحافه كمان هنا، لكن هم في حرص شويه طبعا بالنسبه للصحافه المغربيه للحديث عن الرجاء تحديدا، يمكن مخبيين بعض الاخبار شويه بالنسبه طبعا لتنقلاتهم، التشكيل، مين مصاب، الامور دي، المشاكل طبعا يمكن اللي ظهرت. كل وسائل الاعلام المغربيه يمكن على طبعا بعض المشاكل المتواجده في نادي الرجاء، لكن انا هشوفها ويمكن لعيبه النادي الاهلي بتشوفها ان هي تصريحات يعني مش هتاثر على لعيبه النادي الاهلي، لان لعيبه النادي الاهلي قافله على نفسها بشكل كبير، وده الوعي يا احمد انت عارف طبعا الوعي الكبير جدا والخبرات المتواجده، ما حدش بيلتفت لهذا الامر، لكن هنا في اهتمام كبير جدا بالنادي الاهلي بقيمته الكبيره بشكل عام طبعا. لكن يعني هي طبعا المنطقه المتواجدين فيها فندق الاقامه اللي بنقابله طبعا من جماهير نادي الرجاء، ايضا كمان الحقيقه يمكن بعض الجماهير النادي الاهلي متواجده بتحاول ان هي تكون متواجده عند فندق الاقامه، الكل بيحاول ان هو يسعى ليه شراء التذاكر اللي يكون متواجد مهما كانت قله عدد جمهور النادي الاهلي، لكن لما بيهتفوا للعيبه وبينادوا عليهم وبترفعوا اسم النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي وعلم النادي الاهلي بتكون ليها دفعه كبيره جدا عند اللاعبين. النهارده الكثافه الجماهيريه معروفه، النادي الاهلي حضر اكثر من مباراه في الكثافه الجماهيريه وتحديدا لجمهور نادي الرجاء، لكن جمهورنا اعظم، جمهور النادي الاهلي ادى رساله اكثر من رائعه في المباراه الاولى، عشان كده لعيبه النادي الاهلي في ذهنها على طول ان عايزين نفرح جمهورنا. النهارده مباراه مهمه جدا، خطوه وحيده تفصلنا ان شاء الله عن نصف النهائي، ورب ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي، ونقدر ان شاء الله بالجديه المعروفه عن اللاعبين، بالحماس، بالقوه، بالروح، بالشخصيه، نتخطى هذه المباراه الصعبه والمنتظره لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. الساعات المتبقيه قبل المواجهه كريم هيكون ايه يعني اجندتها، وامتى منتظر انه الفريق يتحرك لملعب محمد الخامس؟ يعني هكلمك بتوقيتات الإدارة البيضاء، يعني أقدر أقول لك 5:30 هتكون محاضرة فريق النادي الأهلي الأخيرة، ومنها مباشرة إلى مركب محمد الخامس، يعني يمكن في وقت محدد للسادسة طبعا هنا، الملعب ما بيقعدش إلى 25 دقيقة، يا رب إن شاء الله كل بس الأمور في الطريق تكون ميسرة، لأن إحنا بيهمنا طبعا تحركنا من فندق الإقامة للتأمين، لأن بيكون طبعا في بعض الكثافة الجماهيرية في الطرق، لكن إن شاء الله بإذن الله زي ما يمكن الأمن طبعا هنا وأشقائنا المغاربة من أول يوم الحقيقة قايمين بدور رائع ومميز جدا، بنأمل إن شاء الله في الساعة القادمة والساعتين القادمين ان شاء الله باذن الله يكون نفس الاداء ونفس الاسلوب ونفس التامين، ويا رب ان شاء الله ينقصنا توفيق لاعبي النادي الاهلي، نقدر زميلي احمد بمشيئه الله بالجهد الكبير المبذول وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من الدار البيضاء مغرب الشقيق. دي اجواء الساعات الاخيره، يمكن خلاص بتفصلنا دقائق عن المحاضره الفنيه من مستر كولر، وبعد كده تتحرك ان شاء الله
فرقتنا لملعب محمد الخامس. بمناسبة الكلام عن جماهير الأهلي، أنا عندي كلام كتير الحقيقة عايز أقوله في لف الجماهير، بس عشان أنا دايما بحب يبقى التركيز في أفضل يعني مستويات وأفضل، ويمكن أنتوا يعني أو معظم الصفحات المحبة للنادي الأهلي أو اللي بتتكلم باسم الأهلاوية وبجماهير باسم جماهير انساقت شوية لحاجات جانبية، بعتقد إنه ما كانش توقيتها، لكن بكرة إن شاء الله أوعدكم ملف الجماهير أنا حابب جدا أتكلم فيه، لأنه ملفه مهم جدا ويهمنا إن إحنا نحافظ على الصورة الرائعة والنموذجية لظهور جماهير الأهلي في الماتشين بتوع الهلال أو بتوع الرجاء، وماذا يتم أو ما الذي يتم يعني رسمه لمحاولة حرمان النادي الأهلي من جماهيره. والرهان هنا على وعي الجمهور في الأول والأخير، مش حد تاني، رهان هنا عشان التجربة دي تكتمل. لأنه خدوا بالكم المستفيدين من سحب أهم وأقوى سلاح لدى القلعة الحمراء جماهيره من المدرجات كثر، يهمهم جدا المشهد ده ما يتكررش لا على المستوى القاري ولا حتى على المستوى المحلي. لكن خلينا نتكلم ونركز بالأولويات، وإحنا النهاردة ما عندناش أولوية أو حاجة مهمة أكتر من مواجهة الأهلي والرجاء، وبعد كده لكل مقام مقال زي ما بيقولوا. النهاردة طبعا خمس غيابات في فريق النادي الأهلي، السولية اللي كان لعب مباراة الذهاب مش موجود، رامي ربيع طبعا نتيجة الإصابة اللي تعرض ليها في مباراة نهائي الكاس في أمام بيراميدز مش موجود، محمد داوي كريستو مش موجود، بالإضافة طبعا لأكرم وأكرم وكريم طبعا المصابين من فترة طويلة مش موجودين. دول الخمس اللعيبة اللي بيغيبوا عن أكرم توفيق وكريم فؤاد، ودول خمس لعيبة اللي بيغيبوا عن قائمة نادي الأهلي، فيما عدا ذلك كل لعيبتنا حاضرة وجاهزة بإذن الله حسب رؤية مستر كولر. اللي النهاردة هنتكلم في سيناريو المباراة، اللي أعتقد أنه الرجاء ما عندوش غير أنه يلعب الكل في الكل، والأهلي يمكن زي ما قال كريم من شوية وأنا بتفق معاه في الجزئية دي، أنه هدف الأهلي أنه يسجل هدف مبكر. النهاردة أنت لو قدرت تسجل في أول ربع ساعة هتكون حيادة الجماهير الرجاء اللي أنا متأكد هتكون موجودة بكثافة كبيرة جدا وبروح عالية، لأنها واحدة من أفضل جماهير الكرة في أفريقيا. الوداد والرجاء الاثنين دول فرقتين دول جماهيرهم لا تختلف في دعمها او مؤازرتها او حبها او مساندتها لفرقتها عن جماهير نادي الاهلي. وفي النهايه دايما في المغرب احنا عارفين طبعا المغرب مش جديد علينا، لعبنا مع الوداد هناك وعارفين حجم جماهيريته وشعبيته، ولعبنا مع الرجاء وعارفين حجم الجماهيريه والشعبيه، لكن انك تسجل هدف بدري واحد هتحايد الجماهير، اثنين هتضعف الروح المعنويه الكبيره جدا بشكل كبير جدا لفريق الرجاء، وبالتالي مهمتهم هتكون اشبه بالمهمه المستحيله، والسيناريو افضل بالنسبه لك اذا اردت انه يكون في بقى اللعبه على الكاونتر اتاك، اللعبه على النقل الهجمه السريعه، لانه في الوقت ده الرجاء فعلا مش هيكون عنده حاجه يبكي عليها، وبالتالي هيدفع بكل خطوطه في محاوله للتعويض، لانه في الوقت ده هيكون مطلوب منه ثلاث اهداف على الاقل. عشان لا احنا كمان عندنا في افريقيا لسه ما لغوش الموضوع ده، ففي الحاله دي الرجاء محتاج يسجل اربع اهداف عشان يكسب بطاقة التأهل. على كل الأحوال عندنا وجهة النظر الثانية، وجهة نظر المغربية. خلينا نروح لفاصل ونشوف الأشقاء في المغرب شايفين مواجهة الأهلي والرجاء النهاردة إزاي، وخصوصا طبعا بعد صعوبة موقف الرجاء بعد خسارته في القاهرة بهدفين مقابل لا شيء. فاصل ونرجع لكم في السادسة. كل فريق من الفرقتين بيحاول يرسم السيناريو الأفضل ليه في مواجهة كبار القارة أو كبير القارة، سواء كان الرجاء في مواجهة الأهلي ويعرف تماما حجم وقيمة الأهلي المصري، أو كان الأهلي وهو ينظر إلى الرجاء كواحد من كبار إفريقيا وفي على أرضه وفي وسط جماهيره، وبالتالي سيناريو صعب بالنسبة للفرقتين وسيناريو أصعب بالنسبة للمديرين الفنيين سواء منذر الكبير أو طبعا مستر مارسيل كولر. كابتن مجيد دين الجيلاني نجم فريق الرجاء السابق ضيفنا في السادسة، نحاول معاه نقرب لسيناريو المباراة، وقبل ما ندخل طبعا في سيناريو المباراة نرحب بيه ونشكره على حسن الضيافة كما عهدنا وكما تعودنا دائما في المغرب مع أشقائنا المغاربة. كابتن مجيد الدين أهلا بيك على شاشة الأهلي في السادسة. أهلا بك أخي سمير، وكذلك أهلا بجميع متتبعين ومشاهدين قناة أهلي وجماهير العريقة، وكذلك شرف كبير لي أن أكون ضيف شرف خفيف من أجل تغطية أو تقديم المباراة ما بين ناديين أشقاء كبار في القارة الأفريقية
ان شاء الله نقربوا الضيوف ديالنا الاهلي الجماهير الاهلاويه والجماهير الرجاويه من ظروف وحيثيات هذه المباراه. طيب خليني قبل ما تطرق معاك لماتش النهارده واحنا على بعد خلاص ساعات يعني قليله من بدايه اللقاء، اعرف رايك ووجهه نظرك في مباراه الذهاب اللي اتلعبت هنا في القاهره واللي فاز فيها الاهلي بنتيجه 2-0 وتاثيرها على فرص الفرقتين في الحصول على بطاقه التاهل للدور ربع النهائي، ازاي شفت المباراه دي وازاي شايف تاثيرها على ماتش النهارده؟ والله اخي سمير لكي اكون يعني واضح معك وكذلك يعني مع المتابعين الكرام لا سواء جماهير الاهلي ولا سواء جماهير الرجاء البيضاوي، الاهلي المصري بالتقاليد بالعادات بالظروف اللي نحن نعرفوا عليها الاهلي المصري، كذلك فريق العالمي فريق الرجاء البيضاوي وجماهيره وتاريخه، كذلك ظروف المباراة وكذلك قيمة الرهان وقيمة الفريقين دائما ما تتركني ودائما ما تترك المتتبعين الكرام سواء المصريين أو المغاربة أو العرب أو الأفارقة بصفة عامة بأن ليست هناك أحكام مسبقة لمباراة كبيرة ما بين ناديين عريقين. والله نتيجة 2-0 والظهور الجيد للأهلي في مباراة الذهاب ما يمكنش يعطينا تصور بأننا نقول مباراة الدار البيضاء راح تكون سهلة مثل مباراة القاهرة، ربما الرهان ربما ظروف المباراة ستكون مغايرة شكلا ومضموما رغم أسبقية هدفين لفريق الأهلي وربما أريحية لفريق الأهلي بأنه ضمن أو كسب المباراة. خاطئ من يتوقع بأن المباراة راح تكون سهلة، بالعكس فريق الأهلي أظن خبرة فريق الأهلي والمباريات والنهائيات والتسييد ديالو في إفريقيا دائما ما سيكون حذر وسيقرأ المباراة بجميع ظروفها، خصوصا بأنها تلعب كما تفضلت أخي الكريم وأنت درت واحد التقديم يعني جميل جدا بأن جماهير فريق الرجاء البيضاوي تعتبر من الجماهير القوية إفريقيا وعربيا وممكن يكون لها دور كبير. لو تسمح لي اقف معاك في الحوار في جزئية مهمة جدا، يمكن حتى بعض المواقع والصحف المغربية اتكلمت في الفترة الأخيرة عن وجود بعض المشكلات داخل فريق الرجاء سواء على المستوى الفني او على المستوى الاداري، بتكلم على لوسبور 360 اتكلموا على فكره انه في خلافات بين بعض نجوم او اهم نجوم الفريق مع المدير الفني، في كلام على استبعاد بعض الاسماء المهمه واللي خاضت بالفعل مواجهه الذهاب في القاهره عن مباراه العوده في الرجاء، الكلام النهارده وحسب ايضا هسبريس بيقولوا انه طبعا رئيس نادي الرجاء المغربي عزيز بدراوي قبلت استقالته من رابطه الانديه المغربيه، هل تعتقد انه خارج الملعب يعني خارج مواجهه 90 دقيقه الاخبار دي المشكلات دي ممكن يكون ليها تاثير على فريق الرجاء في مواجهه الاهلي النهارده؟ اكيد، فما شاء الله المعلومات كلها اللي ذكرتها الاخ سمير فهي معلومات مضبوطه وموجوده داخل فريق الرجاء البيضاوي لا سواء على المستوى الاداري كما تطرقت قبول استقاله رئيس النادي من العصبه الاحترافيه، كذلك هناك اهتزاز ربما على المستوى الاداري، كذلك هناك بعض الغيابات او بعض المناوشات ما بين بعض اللاعبين مع السيد المدرب، لكن الامور هذه يعني طيلة الأسبوع تداولتها مواقع إلكترونية كذلك أخبار وجرائد كلها طرقت الأمور هذه، أكيد راح ترخي في ظلالها خصوصا كي ما يكونش عندك واحد الاستقرار إداري وقوي واستقرار فني وتفاهم وظروف ملائمة وجيدة، أكيد راح تكون التحضيرات
يعني ناقصه شيئا ما، خصوصا الجانب المعنوي. وانا تكلمت خلال بدايه الاسبوع هذا في محطه راديو مارس على الامور والمشاكل التي ذكرتها، واتمنى ان يتم حلها بعد مباراه الاهلي، خصوصا الاهلي المصري، لو تكون في جميع ظروفك الجيده. الاهلي راح يسبب لك مشاكل فنيه داخل الملعب، فما ادرى بانك تكون عندك مشاكل اداريه ومشاكل فنيه، فهذا صعب شيئا ما اخي الكريم. هل تعتقد انه مهمه منزل الكبير تستمر مع فريق الرجاء البيضاوي في حاله خسارته النهارده بطاقه التاهل امام النادي الاهلي، ولا ده هيكون اخر المشوار بالنسبه له؟ بالنسبه للبقاء او ذهاب منذر الكبير، اظن حتى نهايه الموسم، لان تحصيل حاصل بان يكون مستقبل منذر الكبير او الطاقم الفني المصاحب له بمباراه الاهلي. انا واحد شخصيا دافعت عن هذه القضيه بان يجب ان يستمر الرجل حتى نهايه الموسم، نهايه الموسم، وبعدين تكون هناك يعني بس تكون بس هناك بس في النهايه يعني انت بتتكلم عنها مساله وقت، لكن في حاله خساره منزل كبير النهارده امام الاهلي هيكون خرج الرجاء خالي الوفاض هذا الموسم من اي لقب، وبالتالي فرصه في الاستمرار هتكون صعبه، وده واحد من الضغوط اللي ممكن تكون واقعه عليه شخصيا النهارده قبل مواجهه الاهلي، بالتالي هو عارف انه مصيره الى حد كبير ممكن يبقى مرتبط بنتيجه المواجهه النهارده، الضغط الجماهيري العكسي اللي ممكن يسببه جمهور الرجاء على فرقته وعلى مديره الفني في المباراه، بالاضافه لنتيجه القاهره. يعني اذا كنت انت شخصيا مكان منذر الكباير في قياده الفريق، ايه السيناريو اللي ممكن تتخيله لمواجهه الاهلي؟ هل تلعب مباراه هجوميه، ولا ممكن تدفع ثمن ده هدف يصعب او يخلي المهمه شبه مستحيله؟ هل ممكن تلعب مباراه متوازنه وتتحمل الضغوط الجماهيريه في المدرجات؟ تفكر في سيناريو مباراه النهارده ازاي؟ والله الاخ سمير كلامك مضبوط. انا كان لي يعني تواصل مع سيموندر حتى قبل ساعات اليوم، وكذلك طيله الاسبوع. الرجل مضغوط، الرجل حاس بقيمه الرهان، بقيمه الحصيله الغير ايجابيه نقول لفريق الرجاء البيضاوي خلال هذا الموسم والموسم الماضي، لان الموسم الماضي الرجاء البيضاوي كان يعني صفر لقب، وهذا الشيء يعني لم يتعوده جماهير الرجاء ولا جميع مكونات فريق الرجاء البيضاوي. لكي اوضح لك الصوره، بان منذر الكبير ما زال هناك ربع نهائي كاس العرش، يعني كاس الملك. يعني ما زال هناك الفريق مترشح للربع النهائي ديال كاس العرش. فانا من منظوري انايا، حتى لو كانت نتيجة مباراة الأهلي يعني سلبية أو ما ترشحش فريق الرجاء البيضاوي، فأتمنى من الإدارة بأن يكون هناك يعني مدير كبير وطاقمه يواصلوا حتى نهاية الموسم، لأنك باش تغير طاقم فني بخسارة أو عدم ترشح أمام الأهلي، وما زال عندك هنا هنا هناك محطة أخرى أو لقب، فهو بالنسبه لي انايا راح يكون خساره يعني اكبر، رغم ان جماهير فريق الرجاء البيضاوي وجميع مكونات النادي عندها واحد الامل كبير بانها تمشي نصف نهائي عصبه الابطال، ولما لا الفوز بعصبه الابطال، لان اخي سمير غابت عن خزانه النادي طيله 24 سنه، وهذا شيء مؤثر وشيء سلبي لنا احنا داخل فريق الرجاء البيضاوي، أن نغيب على عصبة الأبطال 24 سنة. إذن هناك خلل تسييري وخلل فني وخلل في اللاعبين طيلة الفترة هذه، رغم أن الفريق وصل لمنصات التتويج عربيا وإفريقيا وعالميا، لكن عصبة الأبطال صار عقدة بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي. خليني أسألك على 90 دقيقة ومن بداية يعني أو من انطلاق المباراة، وقياسا طبعا على مواجهه القاهره لانها مش بعيده، احنا بنتكلم على اسبوع فات،
هل تتوقع من منذر الكبير انه يعمل تغيير في طريقه اللعب او في اختياره لعناصر الفريق اللي هتمثل الرجاء النهارده قدام الاهلي عشان يقدر يرجع امام الاهلي المصري؟ شوف، هو ظروف المباراه بالقاهره ليست هي ظروف المباراه بالدار البيضاء، لا زي ما قلت، لا فني، لا تكتيكيا ولا فنيا ولا حتى من ناحيه التحضير الذهني. هذا الشوط الثاني وهذا شوط اخير، يعني خروج المنهزم او خروج يعني المغلوب، هناك ترشح او عدم ترشح في مباراه اليوم. فاكيد مدير كبير هو راح يدفع بجميع اوراقه، جميع الاسلحه نتاعو، يعني ما عادش هناك يعني فرصه اخرى. فريق الاهلي هنا فين تكمن صعوبه فريق الاهلي. فريق الاهلي متقدم بفارق الهدفين، كذلك فريق الاهلي ما راح يجي للدار البيضاء عشان يدافع، راح يجي للدار البيضاء عشان يقتل المباراه، عشان يخلص، عشان يسجل، عشان يصعب عليك ماموريه الرجوع في المباراه. يعني فريق الاهلي راح يلعب على المرتده، راح يلعب على الفراغات. يلزم مدير الكبير يعرف ان المباراه فيها 90 دقيقه و95 ممكن تمشي حتى بتراهن يعني على نفس طريقه اللعب ونفس العناصر اللي لعبت في مباراه القاهره هي اللي تظهر النهارده في مواجهه الاهلي؟ لا، ممكن يكون تغيير على المستوى الهجومي. ممكن نشوف الزرهوني وعبد الله حفيدي، ممكن نشوفوهم يعني في بدايه لقاء. ممكن يكون هناك تحويرات على المستوى الدفاعي، يعني على مستوى خط الدفاع وخط الوسط. هناك رجوع المكعازي وبالمقدم في خط الوسط وخط الدفاع. ممكن يكون تحفظ من مدير الكبير عشان ما يقبل، لان لو قبل راح تكون المهمه صعبه جدا. اولا يخرج بالشوط الاول فايز 1-0 او متعادله، ويناقش الشوط الثاني بكل الاسلحه نتاعو. هو ما راح يغامر، يعني صعب لانه يغامر بالهجوم 100% امام الاهلي، يعني راح يعني الاهلي صعب. إذا كنت بتسألني أنا شخصياً، أنا أتمنى إن هو يغامر، يعني أتمنى إن هو يغامر. أنا بشكرك شكراً جزيلاً كابتن عبد المجيد الدين الجيلاني، نجم طبعاً نادي الرجاء، وأتمنى كما تعودنا، هو في النهاية واحد من كلاسيكيات الكرة الأفريقية، الأهلي الرجاء أو الأهلي الوداد مع الأشقاء في المغاربة، دايماً بتبقى كرة راقية وكرة ممتعة، ونتمنى إن شاء الله اللقاء يكون على مستوى الاسمين الكبار الحقيقه، سواء الاهلي المصري او الرجاء البيضاوي. كابتن مجيد الدين الجيلاني نجم نادي الرجاء السابق، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسه، واعتقد انه يعني متفقين في جزء كبير من وجهات النظر فيما يتعلق بالمواجهه الفنيه بين منذر الكبير ومارسيل كولر في لقاء النهارده، لكن نفرد ورقنا اكتر ونتكلم في تفاصيل اكتر، تشكيل والخطط، نقاط الضعف، نقاط القوه في الفرقتين. مكملين معنا في السادسة لكن بعد الفاصل. إياك ثم إياك ثم إياك أن تتخيل أن مواجهة النهاردة مواجهة سهلة أو محسومة مقدمة. في ثقة في فرقتنا، عندي إحساس بيقول أن الأهلي إن شاء الله يرجع كسبان من الدار البيضاء، لكنها بالتأكيد مهمة، ليست سهلة على الإطلاق. يمكن تكون أسهل نسبيا بالنسبة لمارسيل كولر، وصعبة جدا 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 على منذر الكبير المدير الفني للرجاء، لكن كل واحد هيلعب على أنه يخطف او يحقق اهدافه من المباراه، اللي بالتاكيد طبعا بالنسبه لمارسيل كولر اهمها واوقعها واكثرها منطقيه انه يسجل هدف مبكر يقتل بيه احلام المغاربه في الحصول على بطاقه التاهل. لكن السيناريو ايه ممكن يكون عند الرجاء
دي قصه صعبه جدا جدا، وخصوصا ودي فايده انه كبير القوم كبير القاره الاهلي المصري، الاهلي اللي كل فريق في افريقيا بيعمل له مليون حساب مهما كان تاريخه ومهما كان بطولاته ومهما كانت القابه، دايما الاهلي اينما حل معمول له مليون حساب. خلينا نتكلم في تفاصيل مواجهه النهارده اللي بتفصلنا عنها يمكن ثلاث ساعات دلوقتي مع ضيوفنا المتالقين دائما بلال محسن واحمد مصطفى. مساء الخير، اهلا بيك بلال. مساء النور، ازي حضرتك بعد غياب؟ ازي حضرتك طبعا. كيف عادك وتوقيتك؟ احنا جايين بقى على ماتش، احنا داخلين على المعمعه بقى، دوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اوروبا، ولينا بقى انت جاي مع بعض الفتره الجايه ان شاء الله. السخنه كلها. اهلا بيك يا ابو حميد، منور الدنيا. بنورك يا احمد، ودايما مبسوطين واحنا معاك يعني، منورين الدنيا. بعد مباراه الذهاب والنتيجه اللي حققها الاهلي في مباراه القاهره هنا، الفوز على الرجاء بنتيجه 2-0، ازاي شايفين مواجهه النهارده وازاي شايفين الفرص الاكبر للاهلي على حساب الرجاء، او لنا ما لا نتمناه طبعا الرجاء على حساب الاهلي؟ بدايه مع بلال. يعني في البدايه هنقول ان المباريات الاقصائيه بتبقى عباره عن شوطين، شوط بيلعب على ملعبك والشوط الثاني بيبقى خارج ملعبك. النادي الاهلي اجاد واحسن التعامل مع الشوط الاول اللي كان على ملعب القاهره، وخرج بنتيجه هي جيده جدا، هي مش ممتازه ولا جيدة فقط أو مقبولة، لا هي جيدة جدا. هدفين علشان تقدر لا قدر الله إن أنت تخرج النادي الأهلي، مطالب إنك تسجل 3 أهداف في مرمى النادي الأهلي، ودي حاجة مش سهلة خالص مع زي ما حضرتك قلت مع فريق عملاق زي فريق النادي الأهلي. فالنادي الأهلي هيدخل مباراة النهاردة بأفضلية 2-0، هدف واحد بس في المباراة لصالح النادي الأهلي، هيربك تماما وحسابات الرجاء المغربي، وهينهي تقريبا على أمال منذر الكبير ولاعبي الرجاء. فالنادي الأهلي النهاردة داخل بثقة كبيرة جدا، من خلال احنا عايزين نقول كمان في حاجه، ان لما تواجه نفس المنافس بعد حوالي 6 أو 7 ايام دون ما تلعب مباريات في وسط اللقاءين دول، بتعتبر استكمال للمباراه الاولى. يعني شئنا ام ابينا هي تعتبر استكمال، كانك انت دخلت غرف الملابس ورجعت تاني، لانك انت ما واجهتش منافس محلي. عايش نفس الحاله بالظبط، عايش نفس الحاله، ولكن انتقلت بس من اجواء بالمكان. من اجواء ملعب القاهره والمسانده الجماهيريه الكبيره لجمهور النادي الاهلي لاجواء كازابلانكا والدار البيضاء وملعب مركب محمد الخامس اللي هيكون طبعا ممتلئ النهارده اكيد عن اخره. فالنادي الاهلي النهارده لا، ان شاء الله باذن الله بندخل مباراه بافضليه كبيره، افضليه النتيجه كمان، افضليه التفوق الفني والبدني لعناصر النادي الاهلي، واللي كانت رغم ان الاداء ما كانش عاجب معظم الجمهور شويه في بدايه اللقاء، النادي الاهلي يمكن لحد الدقيقه 25 كان متفاجئ شويه من دخول الرجاء للمباراه وتعامل منذر الكبير اللي اختار انه يلعب ضغط عالي على النادي الاهلي، وده يمكن فاجئنا احنا شويه كجمهور، ولكن من الواضح ان مارسيل كولر كان عامل حساب الموضوع ده كويس. فمنذر الكبير اختار انه يلعب ضغط عالي، واختار ليه هقول لحضرتك ليه اختار انه يلعب ضغط عالي، لان الرجاء في مباراه الموسم الماضي اختار مديره الفني انه يرجع للخلف في الشوط الاول وتلقى هدفين في ظرف 20 دقيقه لو تفتكر حضرتك. طيب خليني اقف عند الطريقه عشان انا عايز اكلمكم في تفاصيلها اكتر، ودي يمكن واحده من النقاط اللي خلتني اقول بمنتهى الثقه ان المباراه النهارده مش سهله، لانه الرجاء طول عمره فريق كبير، وحتى وهو في اضعف حالاته ناس كتير قوي بتقول لك الرجاء السنه دي مش هو الرجاء السنه اللي فاتت، وموقفه في الدوري المحلي وموقفه في دوري الابطال وظهوره وخسارته ب 2-0، لكن الرجاء حتى ما قبل تسجيل الاهلي هدفه الاول بياكد لك انه فريق في استاد القاهره على مع الاهلي سيد القاره وامام جماهيره وفي ملعبه لعب جيم كبير جدا في وكان خطر وكان اقرب للوصول لمرمى الشناوي من قدره الاهلي على الوصول لمرمى الزينتي. فعشان كده بقول لك ماتش النهارده مش سهل، وحساباته سواء على مستوى اللعيبه او على مستوى الجهاز الفني تختلف تماما عن مباراه القاهره. خليني اسمع راي احمد في فرص الفرق النهارده، وازاي بتشوف طريقه تفكير الجهاز الفني مستر كولر، ايه اهم هدف حط قدامه في بدايه اللقاء مستر او مش مستر بقى كابتن منذر الكباير، حاطط ايه قدام عينيه وقدام لاعيبته في بدايه اللقاء؟ بص احمد، مبدئيا اتفق معاك تماما ان المباراه صعبه جدا، مباراه قويه، اعتقد ان المباراه مش بالسهوله الناس متخيله بالرغم ان النتيجه الايجابيه والجيده جدا زي ما بلال قال في مباراه الذهاب، لكن فريق الرجاء على ملعبه شرس وقوي جدا، وده في حضور تقريبا ال 40 او 50 الف متفرج هيبقى يديهم طبعا قوه كبيره جدا في الملعب. لعبناهم السنه اللي فاتت في نفس الملعب وفي وسط جمهورهم وقدرنا نتاهل، بس قدرنا نتاهل. اللي ساعدنا اللي مستر كولر هيعمله النهارده ان هو لازم في اول ربع ساعه اولا يمتص غضب او يمتص حماس فرقه الرجاء، تاني حاجه يفكر ان هو يجيب هدف. لو جاب هدف في الشوط الاولاني اعتقد هيربك كل حسابات منذر الكبير مدرب الرجاء المغربي، ولاعيبه الرجاء هتبدا
تهدى وتبدا خلاص الحماس اللي هم هينزلوا بيه بدفعه الجماهير وبالقوه اللي نازلين بيها الطبيعيه والتخيل ان هم معتقدين ان هم عندهم قدره في العوده. فاعتقد ان السيناريو الافضل للنادي الاهلي النهارده ان هو يحرز هدف في الشوط الاولاني. تمام. لكن لو ما حصلش كده على الاقل ما يدخلش فيك هدف في الشوط الاولاني، لان دخول هدف هيربك النادي الاهلي. فلازم النادي الاهلي يحافظ او يبدا متماسك. افضليه التسجيل في البدايه عامل حاسم ومهم جدا. في الحفاظ على فرص التاهل. بالظبط. ومستر كولر سواء الاهلي او الرجاء. بالظبط. مستر كولر يعني عودنا ان هو مش مدرب دفاعي. هو مدرب بيهاجم وليه طريقه مميزه في الهجوم، ليه طريقه مختلفه بيعتمد لما الدنيا كلها، وده شفناه في الهدف الثاني وفي اهداف كتيره جدا لما الدنيا كلها بتبقى مقفوله او الفريق المنافس بيلعب بتدي المساحات وكده بيضطر اللاعب القادمون من الخلف اللي هو دايما حمدي فتحي هو اللي بيقوم بالدور ده، ودايما بيبقى عندنا توفيق ان هو بيحرز هدف. شفناه في مباراه الزمالك وشفناه حتى في اخر مباراه في مباراه الذهاب مع الرجاء. فده الدور المهم جدا او اللاعب الوهمي اللي جاي دايما من الخلف محدش شايفه. وده هنا المهاجم الثاني اللي دايما مستر كولر بيعتمد عليه. طيب البدايات، خليني اتكلم عن البدايات. بلال يعني كنت بتكلم مع كابتن مجيد الجيلاني نجم الفريق الرجاء سابق يمكن قبل ما تدخله على طول، وكنت بقول له انه كل مدرب هيرسم سيناريو لدخول المباراه. الرجاء مهمته اصعب بكتير جدا من مهمه الاهلي، وبالتالي منذر الكبير عليه ضغوط كبيره جدا، ضغوط نتيجه الموسم اللي مش هقول يعني اخفق فيه الرجاء لكنه ما حققش النتائج يعني مرضيه على الاقل الجماهير، وبالتالي ده نوع من انواع الضغط عليه. مستقبله مع الفريق اعتقد الى حد كبير جدا هيكون مرتبط بمشواره في بطوله دوري الابطال. نتيجه القاهره تاخر امام الاهلي بهدفين مهمه شقه جدا وصعبه جدا في محاوله لتعويضها في خلال 90 دقيقه نوع من الضغط، وبالتالي ازاي يفكر ايه السيناريو الافضل لمنذر الكبير في انه يواجه الاهلي على ملعبه وسط جمهوره؟ هل تتوقع انه يبدا ضاغط زي ما بدا سيناريو ماتش القاهره، ولا يبدا متحفظ يحافظ على التوازن دفاعا وهجوما في محاوله لخطف هدف؟ ايه طريقه تفكير منذر الكبير في جيم النهارده؟ هو طبعا واضح جدا على منذر الكبير يعني نوع شويه نوعا ما من عدم الاتزان، حتى في تصريحاته بالامس في المؤتمر الصحفي لما قال ان النادي الاهلي تعرض لخساره امام المصري بثلاثيه نظيفه، وده كان تصريح غريب جدا من مدير فني المفترض انه بيتابع المنافس طبعا. فواضح ان الضغوط اللي حضرتك ذكرتها بتمارس عليه من خلال تراجع الفريق محليا. رغم كده عايزين نقول برضو ان الرجاء المغربي لم يتلقى اي خساره على ملعبه هذا الموسم، حتى في مباريات الدوري بيخسر خارج ملعبه فقط، والخساره اللي تعرض ليها امام النادي الاهلي هي الخساره الأولى إفريقيا للرجاء المغربي هذا الموسم. فده يقول إن المباراة هناك هتبقى صعبة. ومنزل كبار هيتعامل مع اللقاء، أنا أعتقد إنه زي ما دخل المباراة المدرب اللي يدخل المباراة بالشكل ده خارج ملعبه، أعتقد إنه هو الأقرب ليه إنه هو يدخل بنفس السيناريو على ملعبه، يحاول يستغل الحماس الجماهيري الكبير اللي هيكون موجود، يحاول يستغل كمان يعني إيه طمأنة لاعبي النادي الأهلي شوية للنتيجة اللي حققوها في لقاء الذهاب، ويحاول يسجل هدف مبكر. الهدف المبكر هيغير سيناريوهات اللقاء، هيخلي الخوف عند لاعبي النادي الاهلي من تلقي الهدف الثاني ورجوع الامور لنقطه الصفر من البدايه. ده هيبقى عامل هيخلي لاعبه النادي الاهلي تتراجع نوعا ما. ده كل ده انا بكلمك في تفكير منذر الكبير، انه لو احرز هدف مبكر هيقلب الحسابات، هيخلي تفكير النادي الاهلي ان هو يرجع ويقف ويقفل عشان ما يتلقاش هدف ثاني. وكمان هو لعبته الحماس واشتعال الاجواء هناك في الملعب هتبقى غير طبيعيه لو احرز هدف مبكر. فده النادي الاهلي ده تفكير منذر الكبير في سيناريو دخول من البدايه، شايف انه ده يقدر يعمله من البدايه. بالظبط. هو بداية على فكره هجوميه ضغط عالي على الاهلي. بالظبط. يعني احنا لو شفنا احنا كان معانا الحالات شفنا كان بيضغط على لعيبه النادي الاهلي في الـ 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 في ملعب القاهره، ضغط وغلط النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي في اكتر من كوره قدر طبعا ان هو يتحصل. بصراحه لازم نديله حقه. بالظبط. كان واحد من اهم نجوم المباراه. عمل انا قلت بعد المباراه عمل واحده من افضل المباريات اللي عملها في مسيرته، مش في الفتره الاخيره بس. ف هاخد من كلام احمد لما قال على تفكير مارسيل كولر ان منذر الكبار على فكره بالمناسبه اتعامل مع لعيب النادي الاهلي ومفاتيح لعب النادي الاهلي بصوره كويسه جدا، يمكن الغى دور كهربا تماما اللي كان بيعتمد عليه مارسيل كولر في بدايه الهجمه وفي التسجيل من خلال الدور المهاجم الوهمي. منذر الكبير قفل تماما منطقه العمق ولغى دور كهربا. لذلك هنلاقي بقى التدخل الناجح من مارسيل كولر في الهدفين بالمناسبه، يمكن كره الهدف الاول لمحمد عبد المنعم كولر هو اللي اشار لمحمد عبد المنعم انه ما يرجعش للمنطقه الدفاعيه ويستمر
في اخر دقيقتين بالمناسبه، ودي يمكن مش عارف ناس كتير تعرفها ولا لا، هو اللي اشار على محمد عبد المنعم انه يفضل مكمل ومساند في الهجمه لحد ما انتهت الهجمه بتسجيل هدف. وده الدور او ده بقى التفكير اللي بره الصندوق، انت قفلت لي على المفاتيح اللعب اللي هي بالظبط. انا هجيب لك نفس الكوره في كوره الهدف الثاني، ان حمدي فتحي لاعب بينزل من على دكه البدلاء في الجون الثاني ده، لو بصيت على مكان الشحات فين ولو بصيت على مكان بيرسي تاو فين هتلاقيهم نازلين. بيرسي تاو دخل للعمق وحسين خد مكانه بالظبط، وعلي معلول عمل الباص لعمق الملعب والتمريره السحريه للتشيب باص اللي عملها بيرسي تاو طبعا، والفينش برده لحمدي على فكره ده قبل الفينش كمان. حمدي غير وضعيه جسمه، الكره كانت ملعوبه من وراه نزلت له خدها فيرست تايم بشماله. قرار كمان كل دي تدخلات ناجحه جدا لمارس الكره في التعامل مع سيناريو لقاء انت كمدير فني منافس زي منزل الكبار قدرت تقفل لي على مفاتيح اللعب، لا انا هوجد حلول بديله. ودي ثقتنا النهارده في مارس الكوره انه هيجيد التعامل مع السيناريو اللي احنا قلنا عليه اللي هيدخل بيه منزل الكبار. طيب ايا كانت طريقه تفكير منزل الكبار في المباراه يا احمد، وايا كان التوقيت اللي ممكن يبادر فيه سواء مع صفاره البدايه او لو اجل ده ربع ساعه او ثلث ساعه، في النهايه حتما ولا بد لازم يحاول يدفع بتقله كله وباوراقه كله عشان يعوض. انت بتلعب قدام الاهلي والاهلي فريق كبير وبالتالي مفيش بديل لازم, لازم 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 هترمي بتقلك عشان تحاول تعوض نتيجه 2-0 في القاهره. وهنا السؤال، ازاي ممكن الاهلي ان كان التوقيت كان من بدايه المباراه كان من بدايه الشوط الثاني كان في نص الشوط الاول، ازاي الاهلي ممكن يستغل الاندفاع ده والتقل الهجومي للرجاء ده عشان يحاول، او بمعنى تاني ازاي الاهلي ممكن يستغل نقاط ضعف فريق الرجاء عشان يحاول يكون له افضليه، زي ما اتفقنا انه الهدف النهارده الهدف الاول اللي هيسجله اي فريق من الاثنين هيخدم بشكل كبير جدا تكتيكه ومصالحه وسيناريو ال 90 دقيقه المتبقيه بعد تسجيل هدف في المباراه. فايه هي الطريقه اللي ممكن يتعامل بيها مارسيل كولر مع القصه دي؟ الطريقه الافضل هو منذر الكبير بيعمل مشكله او بيعمل حاجه وعملها في مباراه الذهاب، بيضغط ضغط متقدم جدا على النادي الاهلي. فهنا النادي الاهلي عنده انه يقدر يستغل المساحات اللي ورا الاطراف، وطبعا عندنا لعيبه مميزه جدا وفي افضل حالاتهم الفنيه سواء حسين الشحات او حتى بيرسي تاو. الاثنين بيمروا بحاله فنيه عاليه جدا، لو قدرنا نستغل القوه اللي هم معتقدين ان هم بالهجوم الكبير اللي هيعملوا على النادي الاهلي اعتقد في بدايه المباراه زي ما قلنا على الشحات وبيرسي تاو. طبعا قرأنا عليهم لان هم في افضل حالاتهم الفنيه. عبد القادر طبعا وجوده مهم جدا، لكن عبد القادر لسه راجع من الاصابه. ما تفكرش النهارده في حد زي طاهر مثلا ممكن يكون قادر يقوم بادوار دفاعيه، عنده السرعه في المرتدات انه يكون ورقه مهمه. ما مهمه جدا، لكن انت لو هتلعب عن ان انت تفضل تلعب ب 90 دقيقه في ظل فريق بيستغل الجماهير وبيستغل الاجواء وهينزل يهاجمك يبقى انت كده معرض ان انت تدخل فيك هدف. ولو دخل فيك هدف هتبدا تخش في حسابات ان انت ممكن يدخل فيك الهدف الثاني. فانت عشان تبدا تحل اللغز ده كله فانت في الوقت اللي هم بيهاجموك فيه ونازل بالحماس الكبير جدا لازم تبدا تحرز هدف. هتحرز هدف ازاي؟ باللعيبه اللي في افضل حالاتها الفنيه، حسين الشحات وبيرستا، وانا مع ثبات التشكيل ومعاهم كهربا. طبعا انا مع ثبات التشكيل. كهربا عنده ميزه مهمه جدا، بيحرز من انساف الفرص ومتحرك وبيعرف يتحرك في منطقه ال 18، واعتقد ان المباراه النهارده هيبقى فيها مساحات لكهربا عن مباراه الذهاب. لان منذر الكبار كان مذاكر النادي الاهلي كويس جدا وفضل لمده تقريبا نص ساعه المباراه كانت متحفظه كويس جدا ورجاء كان مقدم مباراه كبيره. الطريقه والتشكيل والادوار والاسماء هنتكلم فيها مع بلال ومع احمد في السادسه بس بعد الفاصل. في ماتش زي ماتش النهارده تلعب على المضمون ولا ممكن يكون في مفاجآت؟ هنا الكلام على فرقه الاهلي، الكلام على طريقه تفكير ونظره مستر كولر لمواجهه الرجاء، وانت معاك افضليه 2-0، هل تلعب على المضمون وتراهن على نفس الطريقه اللي انت بتلعب بيها بنفس الاسماء وان كان في ممكن يكون تغيير او اتنين، ولا من الوارد ان الطريقه تتغير ويكون في مفاجآت ادوار جديده اسماء جديده في تشكيله الاهلي؟ خلينا نسمع راي بلال واحمد في قصه الطريقه والتشكيل. يعني انا اعتقد ان مارسيل كولر هيبدا زي ما بدا المباراه الاخيره، طبعا باستثناء غياب عمرو السوليه اللي تاكد غيابه للاصابه. انت براك السوليه وربيع وكريستو واكرم توفيق، وطبعا لا احنا بنتكلم عن ال 11 اللي بداوا المباراه. الوحيد اللي بيغيب عنك عمرو السوليه بالظبط، بيرجع لك النهارده احمد عبد القادر، وده اضافه مميزه جدا، كان عامل مباراه مميزه بالمناسبه امام الرجاء الموسم الماضي في ملعب محمد الخامس، ولكن اعتقد ان هو هيكون على دكه البدلاء. فالنهارده اللي هيعوض غياب عمرو السوليه اكيد بالتاكيد حمدي فتحي هيدخل من البدايه مع
مروان عطيه اللي اصبح لا غنى عنه في تشكيل النادي الاهلي وغير كتير جدا من طريقه واسلوب لعب النادي الاهلي خاصه في عمليه الطلوع بالكوره وقطع الكوره زي ما احنا كنا اتكلمنا عنه بيقطع ويسلم ممتاز جدا جدا مروان بيعمل هو ستة نموذجي ستة يعني بجد يعني حاجه رقم ستة عصري يعني بصراحه مروان هل بقى الفكره ان هل هيستمر كولر في الدفع باليو ديانج من البدايه ولا هيفضل ان هو مثلا يشرك لاعب زي محمد مجدي قفشه ويستغل خبرات قفشه او يعمل مفاجاه ثانيه ويبدا باحمد القندوسي مثلا. انت نفسك في ايه؟ انا نفسي في احمد القندوسي يبدا من البدايه نفسي لان هو لاعب طبعا من شمال افريقيا متمرس في المواجهات العربيه ولاعب موهوب يمكن شفنا الهدف اللي سجله مع النادي الاهلي اللي اتلغى وتاني يوم اتحسب في البريمير ليج عادي فبس يعني احنا مختلفين عن اي وارد في الدوري يعني المصر. انا اتمنى ان احنا نستغل انت شايف ان قندوسي ممكن يبقى مفاجاه كولر انا اتمنى ان هو يبدا يعني لو عمل مفاجاه ولكن انا بشوف ان هو بيميل ل تثبيت التشكيل يبدا بثلاثه يعني النهارده خلينا نقول او نتفق انه الكلام كله على خط النص خط الظهر مفيش خلاف عليه هو الغياب لانه بسبب اجباري انت عندك غياب اجباري لعمرو السولية فاحنا بنتكلم في مين يعوض الغياب الاجباري ده هتلعب بنفس الطريقه وتحط بديل للسولية ولا تغير الطريقه وتفكر مثلا في اربعه هو بديل على فكره هو بديل السولية في من البدايه في منظور مارسيل كولر هو محمد مجدي قفشه يعني هو ده اللي انا بشوفه ولكن لان المباراه خارج الملعب فهو من منظورك انت بديل السوليه مين القندوسي احمد بديل السوليه اغير طريقه اللعب السوليه ملوش بديل السوليه ملوش بديل انا اغير طريقه اللعب والعب 4-2-3-1 وافاجئ مين الثلاثه اللي هتختاروا الثلاثه حمدي فتحي ومروان عطيه ايوه ومحمد مجدي قفشه يبدا المباراه يعني انتوا متفقين على الطريقه بس ما يعني يمكن بلال شايف قندوسي انت شايف قفشه وجود قفشه لان هو في الوقت اللي بيهاجم فيه فريق الرجاء هنقدر نستغل قفشه في ان هو يقدر يلعب لحسين الشحات او بيرستاو وفي الوقت ده النادي الاهلي انا بوجهه نظري بالسيناريو بطريقه اللعب دي يقدر يجيب جون بسهوله جدا في ظل حماس فريق الرجاء وانا شايف ان كولر النهارده هيبتدي بحمدي ومروان ومعاهم ديانج ده كولر انا بقول لك ده لان دول الثلاثه اللي نهوا المباراه هو يعني مش هيجازف فانا بقول لك لو حب يجازف هيعمل كده يعني. الخط ده بقى فيه شويه حيره بالنسبه للجمهور سيبك من مستر كولر هو في النهايه الحكم بامره يعني هو هيشوف مين ويحط التسيير حيره لذيذه لكن في النهايه حيره لذيذه بالتاكيد وحتى بالنسبه للجمهور حيره لذيذه انت عندك خط نص النهارده فيه خمس ست اسماء تقال كلهم مفيش حد يختلف على امكانياتهم ومفيش حد يحط التشكيل هتلاقي زي التشكيل زي التاني النهارده هتحتار بين السولية وبين حمدي وبين مروان وبين ديانج وبين قندوسي وبين قفشه وبالتالي هي حيره لطيفه ولذيذه لكن انتوا شايفين انه في ناس بتزيد مع ناس او بتقل مع ناس يعني انا مثلا بتكلم على تركيبه خط النص يعني يعني هو كده احنا اتفقنا ان مروان لا غنى عنه مروان يخدم اي حد يلعب جنبه مروان عطيه يخدم اي حد يلعب جنبه حمدي فتحي طبعا الفتره الاخيره هو مميز جدا حمدي سواء بالروح والقلب والتكمله وبيعرف كمان حمدي عنده ميزه انه بيعرف يجيب جون يعني حمدي في كوره الهدف الثاني في بيراميدز لا ده توجيه الكوره والاشتراك بالطريقه ديت حمدي كمان في كوره الرجاء في الهدف الثاني بشماله في المنطقه دي وتغيير جسمه ووضعيه جسمه ويحرز هدف في الوقت دوت القرار كمان تحرك وظبط الاوفسايد كل دوت لا يقول ان حمدي عنده ملكه انه يقدر يجيب براسه وبرجله بالظبط انا يمكن ديانج كنت خدت بالي من ملحوظه ان ديانج كان في المباراه الذهاب ما كانش بيأدي احسن حاجه في وجود عمرو السوليه يمكن كانوا هما الاثنين يعني زي قافلين على بعض او رابكين بعض شويه بعد خروج السوليه ونزول وقتها دفع هو بحمدي دفع بحمدي فتحي وجدنا ان اليو ديانج تحرر شويه وبدا يشترك وبدا يمرر الكرات حتى في وسط الملعب باريحيه فهل النهارده الثلاثي دوت مروان وحمدي وديانج هتبقى ليه الافضليه على ارض الملعب وهيحصل بينهم انسجام زي ما نهوا المباراه في الربع ساعه الاخيره بالظبط ولا هيغير بقى كولر يعني يشرك قفشه او القندوسي تمام انا شايف ان في نفس القصه انا شايف في ثنائيه مهمه جدا وهي اصلا ماشيه كويس بس هتبقى يعني بالنسبه لي ممكن تبقى سبب في تتويج الاهلي بطوله افريقيا بيرستاو وكهربا شايف ان او اتكلمنا انا وانت احمد قبل كده في الموضوع صحيح. ده ثنائيه مميزه جدا من كاس العالم للانديه ثنائيه فيها تفاهم كبير وتحس ان في لينك قوي ما بينهم وعاملين ثنائيه اعتقد هم احرزوا هم الاثنين سواء بيرستاو او كهربا في كذا مباراه يعني صحيح فشايف فعاليه عموما بصرف النظر عن التسجيل صناعه او تسجيل فشايف ان بيرستا وكهربا ثنائيه مميزه جدا هتقدر تفيد النادي الاهلي سواء في مباراه العوده النهارده او حتى في باقي المباريات ان شاء الله بعد النادي الاهلي نروح للملعب بقى نروح للحالات ونشوف كده ونستعرض معاكم
قصة نادي الرجاء، وخصوصا زي ما اتفقت انه الاهلي عنده فرصة كبيرة النهاردة في انه بإذن الله يقدر يسجل، ونتمنى انه يكون في بداية المباراة، يعني الاهلي يبقى عنده الافضلية في التسجيل من بداية المباراة، لانه ده هيريح هيهدي اعصابنا جدا ويصدر التوتر والضغط كله على لاعبة الرجاء، وبالتالي كمان هيكون في صعوبة كبيرة جدا مهما بذل الرجاء من مجهود وحاول ان هو يعوض التأخر، صعب قوي انه الاهلي يستقبل 4 أهداف في مباراة النهاردة. خلينا نشوف الحالات يا أحمد، وتقول لنا وتشرح لنا كده أهم الثغرات ونقاط الضعف اللي موجودة فيه. تحب نبتدي بنقاط الضعف الأول؟ مفيش مشكلة، طريقة اللعب الأول. ممكن نبدأ بطريقة اللعب الأول. يلا نبتدي بطريقة لعب نادي الرجاء. أنا بيتهيألي ممكن نبقى متفقين إنه حمزة خابة حفيظي بالظبط ومحمد نهيري يمكن دول يكونوا، بس أعتقد إن في تغييرات النهاردة هتحصل. في تغييرات دي طريقة اللعب، دي التشكيل اللي بدأ مباراة النادي الأهلي في مباراة الذهاب. بلعب طبعا طريقته المعتادة 4-2-3-1، فدي زي ما احنا شايفين التشكيل وطريقة اللعب. أعتقد إن مباراة اليوم هو هيغير طريقة اللعب، هيلعب بطريقة هجومية وهيلعب 4-3-3. لو جبنا الطريقة التانية اللي اعتقد نروح الطريقة التانية، دي الطريقة اللي هيحصل فيها تغيير. طبعا ما كانش موجود من بداية المباراة نوفا الإله حفيظي، هيبدا ما كانش موجود نزل هيبدا المباراة النهارده اعتقد بنسبة كبيرة هيبدا. ونوفا الزرهوني اعتقد هيبدا، لعيب مميز جدا ما بداش المباراة الذهاب، فاعتقد هم التغييرين دول اللي ممكن يبدا بيهم. ومع اسماعيل مقدم ما كانش بادئ برده مباراة في خط الظهر، مقدم مساك لان هو اعتقد كان في مشاكل باينة جدا في الهدفين، كان في مشكله كبيره جدا في خط الظهر، وده هنتكلم فيها مع نقط الضعف بتاعت فريق الرجاء المغربي. ده التشكيل اعتقد اللي هو اللي هيبدا بيه النهارده في مباراه بلال في يعني لو صدق التوقعات احمد، وهي اقرب حقيقه بالذات يعني اراهن على مشاركه عبد الاله حفيظي النهارده في مباراه النهارده من البدايه. ايه مصادر الخطوره؟ ايه اهم اوراق الرجاء في التشكيل وطريقه اللعب اللي قدامك؟ يعني يمكن ابرز لاعبي الرجاء طبعا هو محمد زريده. محمد زريده بالمناسبه كان هو اللي سجل هدف الرجاء المغربي في مرمى النادي الاهلي هنا في ملعب السلام في مباراه الموسم الماضي لما انتهى اللقاء 2-1 لصالح النادي الاهلي. زريده هو اللي كان احرز الهدف. كمان زريده كان هو صاحب كره الانفراد اللي انقذها وتالق فيها محمد الشناوي في مباراه الذهاب هذا الموسم. فزريده هو ابرز لاعبي الرجاء، خاصه ان هو بيجي من منطقه العمق وبيجي في بلغه الكره في المنطقه العاميه دايما، يعني يستغل تقدم الاطراف وارسال الكرات العرضيه، وبتلاقيه ظهر في منطقه جزاء الخصم وبيسجل دايما من الحته دي. حمزه خابه هو هداف دور المجموعات بالمناسبه، احرز 5 أهداف وهو لعيب صغير عنده 26 سنه، بيعتمد عليه منذر الكباير كمحطه وهو لعيب سريع وقوي مصدر خطوره. احرف برضو او واحد من احرف لاعبي الرجاء يسري بوزوق، لعيب مميز جدا الجناح الايسر للرجاء، شفناه يمكن في مباراه القاهره لعيب مميز. ونوفل الزرهوني المنتقل للرجاء من الحزم السعودي في انتقالات يناير الاخيره بالمناسبه، لعيب مميز جدا وكان متوقع انه يبدا مباراه الذهاب زي ما احمد قال، ولكن فضل الكبير انه يبدا بزكريا الهبطي اللي شارك في مباراه الذهاب. فممكن عبد الاله حفيظي زي ما انتوا قلتوا انتوا الاثنين ان عبد الاله الحفيظي يدخل النهارده بجانب زريده ويستغنى عن وليد الصياد في وسط الملعب ويكتفي بروجر اوهولو اللي عنده قوه بدنيه كبيره جدا وكان مميز جدا، لفت نظري وانا بتفرج على المباراه من الملعب. روجر اوهولو اللاعب رقم 6 او بيلعب رقم 6 في تشكيله الرجاء. اسماعيل مقدم ممكن يلعب وممكن يلعب الهدودي جنب حركاس اللي اخطا كبير جدا جمال حركاس في كره الهدف الثاني وخرج يقابل على حدود منطقه الجزاء وفضى مكان لحمدي فتحي في عمق دفاع الرجاء واحرز حمدي منه تحرك يعني مهاجمي النادي الاهلي وسحبهم لمدافعي ما كانتش ولا مركزيه كمان اللي حصلت ولا مركزيه اللي حصلت بدخول بيرسي تاو للعمق فهو حركاس اتلخبط وخرج يقابل. انه اي خط دفاع بالنسبه للقادمون من الخلف بتبقى مفاجاه غير متوقعه، وبالتالي بيعمل عمليه ربكه في طبعاً في الخط كله، لعيب مش معمول حسابه مين هيمسك ايه، مين هيتحرك معاه ويسيب المهاجمين بالظبط. يعني بص جول حمدي فتحي في بيراميدز وجزء، وبص جول الزمالك حمدي فتحي في الرجاء، وبص جول حمدي في الزمالك، هتلاقي انه بيتحرك بمنتهى الاريحيه بالظبط. هو بيجي في التوقيت وفي المكان اللي محدش شايفه ولا حد متوقع ان هو يكون فيه، وده نفس الميزه اللي عند زريده. وحاجه برده بصراحه يعني برغم طبعا التحرك المميز، لكن لازم ندي برده حق اللاعب اللي بيعمل الباص ده. بيعمل الباص يعني حسيتش حتى عمل باص في ماتش بيراميدز، يعني باص صعب جدا. نزل عليه يعني بالظبط بالسنتي يعني، وبعدين لعيب الجون قدامه والمدافع وراه يعني لعبها له بالظبط، لازم نديله حقه يعني. طيب نروح للحالات اللي بعدها. هنبدا نتكلم عن نقط القوه بتاعت فريق الرجاء. ده ماتش الذهاب. قوه نادي الرجاء المغربي طبعا رقم 1 الكرات الثابته، سواء
الضربات اللي هي الثابته اللي هي قريبه من ده دي ده دي كره ده كره ثابته دي الشوط محمد الشناوي طبعا يعني عالمي. نقطه تحول في المباراه الصده دي بص الصده فين والشناوي كان ليه دور كبير جدا في ان هو يحافظ على شباك النادي الاهلي طبعا هم متميزين جدا في الكرات الثابته وكويس على فكره انه الشناوي انا مش جول كيبر يعني او يعني ما عنديش خبره في الجول كيبر قوي لكن كويس قوي ان الشناوي شالها باليمين لان في جول كيبرز كتير ممكن يروحوا بالاثنين ما يقدرش يوصل لها ففكره العكسيه دي اعتقد انها مهمه جدا على طول الشناوي ساعدته ودي خبرات الشناوي طبعا فعايز اقول ان الكرات زاويتها كانت صعبه وقوتها كانت صعبه والتوقيت كمان كان بدري فكان هيبقى هيربك النادي الاهلي فعايز اقول ان النادي الاهلي مطالب ان هو ما يعملش اخطاء حوالين ال 18 لان هتبقى دي مشكله كبيره جدا لان هم مميزين في الحته دي على فكره يا احمد دي كانت بدات كره الفاول كانت بدات بخطا من ديانج يمكن بالظبط ما انا جبت الحاله بتاعت ديانج فديانج عنده الحته دي واحنا اتكلمنا في الفصل احنا اتكلمنا ديانج عنده المشكله دي ان بص ديانج بيعمل فاولات برده هو مندفع شويه ديانج عنده احيانا ميس باص فبيخليه بعد خد بالك برده هو يعني هو ديانج ما شاء الله كتلته الجسمانيه قويه جدا فهو مندفع لو خبط في اي حد او رجله خبطت في اي حد لازم هيطرحه ارضا يعني دي حقيقة. يعني نخش في ما هياش عنف لا 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 مش عنف خالص هو قوي يعني ممكن تخش كويس ان ديانج عمل الفاول لان ديانج في اوقات كتير بنبقى احنا اللي بنطالبه ان هو يعمل فاول في نص الملعب عشان ما يعملش فهم كمان برضو في الضربات الركنيه مميزين جدا برضو هم خطر جدا في الضربات الركنيه نكمل نخش الحاله اللي بعدها بص هنا الثرو باس اللي اتعمل بص كام واحد بالرغم لعبه في مباراه الذهاب بص التحول الهجوم الفريق الرجاء المغربي بس خليني برضو يعني اتفق انا فاكر الهجمه دي قوي يا احمد الهجمه دي حصلت علينا نتيجه ميس باس متولي اعتقد بالظبط مروان عطيه كان مره ايوه كان على فكره الحاله ايوه انا موجود الميس باس برضو جريمه لن تخطفها في مباراه الميس باص ده الخروج بتاع الشناوي لا الشناوي كان نجم المباراه الكرة دي فعلا زي ما احمد انت قلت الكرة دي نتجت عبارة عن ايه؟ عن الضغط المتقدم اللي عامله منذر الكبير عامله مع النادي الاهلي وهنا بيكلف النادي الاهلي ان اي باص غلط هيكلفك خطا لان هو بيضغط على الاقل بثلاث لعيبة او اربعة من قدام فدي هنشوفها يعني في بقية الحالات ان الضغط المتقدم اللي بيعمله فريق الرجاء المغربي واكيد عمله في مباراه الذهاب ف 100% هيعمله في مباراه العوده ان هو هيعمله امتى هو ده اللي عليك لا مش هيقدر يستنى غير لازم يبدا بالمباراه كضاغط هو هنا يعني انت شايف من الدقيقه الاولى لو شايف انه هيلعب متوازن على الاقل 10 15 دقيقه مش هيستحمل لو بدا متوازن ضيع وقت هي بص هي الميس باص اللي بقول لك عليه بص البدايه لا هي دي كوره مع مروان هيمررها المتولي متولي هيغلط بيها ومتولي يعني اهو دي كده متولي بيحاول يديها لمروان فراحت بعيده النهيري هقول له هيعملها لل بص احمد بص كام لاعب من الرجاء المغربي في نص ملعب النادي الاهلي بص المساحه الفاضيه بين خط نص النادي الاهلي اللي ظاهر فيه هاني ومعلول هناك ومعلول هناك والمساحه اللي فاضيه بينهم قد ايه فيها كام لاعب من لعيبه الرجاء في كثافه عدديه برغم بيلعب فين بيلعب في القاهره فهي دي تبين ان منذر الكبار كان بيلعب على نفس الحاجه اللي اعتقد مستر كولر هيعملها النهارده هيلعب كان بيلعب ان هو صح من متولي قرار الاسلم يعني شناوي. انه يرجع للشناوي الشناوي يسلم منها ما كانش في بص في حاجه فيها محتاجه ريسك وده اللي مطالبين بيه لعيبه الاهلي النهارده ان هيبقى يحصل نفس السيناريو فكره ان انت تبدا بالكره من تحت والبيلد اب احيانا ما بتبقاش الضروريه في الضغط المتقدم لان اي خطا فيها ممكن يكلفك هدف ودي هتعمل مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي وانت في غنى عن الموضوع ده النهارده كمان محتاج تفكر في عمل الوقت لانه كل ما الوقت بيعدي هما كل ما انت بتزود حجم الضغط عليهم اللي مطلوب منهم يتعمل في 90 دقيقه بقى مطلوب منهم يتعمل في 60 بقى مطلوب يتعمل في 45 فالضغط بيزيد عليهم اكتر وبالتالي التوتر والوقت زي ما الوقت بيعدي عليهم بسرعه جدا الوقت بيعدي عليك انت ببطيء جدا وهيبداوا يتحرروا حتى لو انت بتقول ممكن شوف انا متوقع النهارده لو الاهلي قدر يسجل الاول بدري الاهلي ممكن يعمل النهارده سكور صح انا شايف كمان ان احنا نرفع ماتش الوداد اول ماتش الموسمين هدف قفشه على طول المبكر نهى بمناسبه الوداد انا عجبني امبارح تعامل سيمبا التنزاني بالمناسبه مع مباراه ماتش الوداد دخلوا كنت عايز الوداد يكسب بصراحه لا انا احنا بنتكلم ان تعامل سيمبا في ملعب الوداد اللي كان ممتلئ كويس جدا سيمبا التنزاني نازل كانه بيلعب على ملعبه هي فرقه كوره على شكل سيمبا التنزاني هي النسخه المصغره من سان داونز انا هفضل شايفهم كده فرقه بتلعب كوره مسحات ضيقه متعبين للاسف خذلهم حارس المرمى في كوره الهدف يعني هدف غريب جدا اللي تلقى بس انا يعني انا افضل لي الوداد يلعب فرص انه يعطل سان داونز في حد منهم يخرج حتى لو حد منهم يتعب الثاني يعني انا بالنسبه لي انا عايز الوداد اللي يصعد سان داونز فرقه انا كنت معاك احمد قلت لك كان لازم النادي الاهلي
يخرج سان داونز لا وحد منهم كان لازم يخرج الثاني. وجود بص دول الاثنين هم المنافسين الحقيقيين للبطوله دي. صحيح فرقتين اقوياء الاهلي وسان داونز. الاهلي الترجي سان داونز الوداد ده السيناريو الاقرب. اقرب احنا حتى كنا مع بعض وقلت لي مين اللي ساعه لما كنا لسه بنقول الفرق قلت لك الوداد كنا بنقول ان الوداد مش في حالته قلت لك انه في فرق مع المباريات بعد النوك اوتس بتبدا خلاص شخصيتها بتظهر. تمام نروح للحاله اللي بعدها. نخش في الحاله اللي بعدها هنا نقطه ضعف فريق الرجاء بقى دي في نقطه ضعف. بص المساحات اللي ورا الباك رايت بتاع فريق الرجاء المغربي دي مش وقفه فريق منظم خالص. سرحان كتير جدا هتشوف كذا ده علي معلول اللي بيلعب الباص ده اللي هناك عمرو السوليه القادم من الخلف عمرو السوليه وكودي كان ممكن يبقى جون سهل جدا عمرو السوليه طبعا يعني شطب كمل الحاله بعدها. بص الباص بتاع علي معلول لعب الباص انفراد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بالرغم ان هم في كثافه 9 لعيبه من الرجاء واقفين غلط كلهم واقفين غلط تخيل يعني بص 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 هنا المساحات اللي لو استغلناها بقى دي ان هم كانوا بيلعبوا على التركايه مش والملعب بص المساحات فيه عامله ازاي يعني 9 لعيبه من فريق واقفين تقريبا في 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 في, في, في تلت ملعب في تلت ملعب وسابين تلتين الملعب فاضي. هم كانوا بيلعبوا على حته ان هم عايز يضغط في حته معينه ويخطف هدف من النادي الاهلي هو كان راسم السيناريو ده لسوء حظه عبد المنعم لخبط لهم الامور كلها في الشوط الاولاني يعني ده السوليه هنكمل هو توقيت الهدف بتاع عبد المنعم كمان السوليه يعني للاسف السوليه لو كانت الار 2 جت زي ما هو عايز كانت هتبقى جون حلو قوي يعني بصراحه. ده نقطه هنكمل بقيه الحلقه. هنا بص كهربا معاه الكوره كل اللعيبه بص على كهربا بص حسين الشحات ورا برده واقف المساحات اللي بقول لك عليها حسين الشحات فاضي جدا يعني كهربا الكوره هنا حتى بيرسي تو مش اوف سايد في الكوره مش اوف سايد لا لا مش يعني صح. يعني كهربا لو خد الكره بكعبه وعداها كده من بين رجلين الباك اللي وراه بقى بيرسي تاو هو زي عشان مقفول عليه باين بقى مقفول سؤال بكلم في سوء التمركز لو سحبها بكعبه كده وحطها بين رجل المدافع اللي فتح رجله ده مين اللي جاي بقى اللي جاي محدش شايفه خالص عمرو السوليه جاي محدش شايفه بالظبط لا وفي لعيب تاني اللي بيشاور له هنا ده باين محمد هاني بس 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 هاني لو استلم انا هحاول اكون في موقف كهربا اسهل باس ممكن يعمله كهربا ده اسهل باص بس باص. هو مع الضغط بس قضى على هجوم خطوره الكوره لكن اسهل باص يتعمل بيرسي تاو السوليه بعيد قوي عنه وكهربا بظهره ممكن يبقى مش شايفه لكن هو يبقى ممكن يبقى لامح جدا بيرسي تاو لو سحب الكوره وعملها بكعبه كده بيرسي تاو بقى انفراد هو اكيد لامح بيرسي تاو لان الكوره في بدايتها اصلا بيرسي تاو متحرك بيرسي تاو معدي بالظبط من قدامه فانك انت تعمل باص تضرب بيه خمس لعيبه بالظبط وتخلي بالك زميلك في انفراد صريح عايز اقول لك كمان على حاجه انت دي يمكن دي الحاله دي حاله من الحالات كهربا في كل كوره كان بيتواجد فيها في منطقه الجزاء حتى الكوره اللي كذا حد من الهدف كانوا بيضغطوا عليه باثنين وبثلاثه حتى في كوره الهدف اللي هو سجله وتم الغائه وهنا بقى بدا يا مستر كولر يشوف كده في الشوط الثاني ان هو هيبدا يحل الموضوع ده بالهدف الثاني بتاع حمدي فتحي. طبعا هنكمل الحاله اللي بعدها نروح للحاله اللي بعدها يلا دي كانت اخر واحده احنا عايزين في حاله ثانيه طب لغايه لما تجهز عايزين نتكلم في بس في نقطه مهمه جدا النادي الاهلي لازم يستغلها ويلعب عليها النهارده وهي نقطه العرضيات. يمكن الوداد المغربي تلقى في لقاء الرجاء المغربي ديربي طب خليني اسال احمد بس هي الحاله اللي فاضله معانا انهي حاله الحاله في الجون الثاني بتاع عبد المنعم والجون الاول بتاع عبد المنعم والجون الثاني يعني عندهم مشكله جدا الجولين لو عرفنا نجيب حاله الجولين نجهزهم اتفضل يا بلال احنا بنتكلم عن لا احنا بنتكلم عن استغلال العرضيات من جانب النادي الاهلي النهارده هيكون مهم جدا خاصه ان لعيبه الوداد المغربي عندها مشكله كبيره جدا في العرضيات لما تيجي تبص في اخر اربع لقاءات خاضهم فريق الرجاء تلقى الرجاء امام الوداد المغربي في ديربي الرجاء والوداد انتهى اللقاء بالتعادل 2-2 الهدفين هدفي الوداد كانوا من كرات عرضيه تمام. الرجاء المغربي خسر امام الفتح الرباطي هذا الموسم في من مباراتين تقريبا 3-0 الهدفين من الثلاثه كانوا من كرات عرضيه خسر من النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء هدف من الهدفين كان من كرات عرضيه الرجاء المغربي في من 7 اهداف 5 اهداف دخلوا في مرمى الرجاء من كرات عرضيه وده لازم يبقى سلاح مهم جدا نلعب عليه ونستغله النهارده في مباراه بتاعت معلول وهاني النهارده بالظبط. حاجه ثانيه العمق طبعا عمق الدفاع لان جمال حركاس والهدهودي سواء شارك الهدهودي النهارده معلش برضو وانت بتفكر تامن وخصوصا انه يعني هجوم الرجاء الهجوم لازم دايما تحطه في الحسبان وتعمل له اعتبار طبعا فبالتالي التكلفات الدفاعيه تفكر اكتر انك انت تامن الطرفين يعني تدي واجبات اكتر دفاعيه لهاني والمعلول وتحد من ادوار الهجوميه بتاعتهم وتدي الحريه دي للاعيبه خط النص ولا
تفكر تراهن على مفتاح زي معلول؟ ليه اخسر مفتاح مهم جدا زي معلول ما هو في الناحيه الهجوميه ودي ادوار دفاعيه اكتر للعيبه النص؟ لا هو كده كده كولر اصلا ما بيديش لمحمد هاني واجبات هجوميه دايما يعني هاني دايما ملتزم بالدور الدفاعي تقريبا غالبا في معظم الحالات رغم انه بيرسي تاو بيرجع مع هاني والشحات ما بيرجعش مع لا انا عايز اقول لحضرتك ان في مباراه الذهاب كان اللي كان بيحصل ان كان بيتم فرد الملعب علي معلول يمكن لما احمد كان الحالات اللي كنا بنستعرض الحالات شفنا علي معلول في كره الخطا بتاعت متولي كان علي معلول واقف عند خط نص الملعب لان اللي بينزل مكان علي معلول كانت في المباراه دي واحد من اثنين يا ديانج يا مروان عطيه وكان اكتر مروان عطيه كان بيجي في مكان الباك ليفت وعلي معلول كان بيتقدم وبيفردوا الملعب بثلاثه علشان يفضوا الحته اللي في النص ديانج والسوليه وعلى الطرف الشمال علي معلول كان بيكمل وحسين الشحات بيدخل عمق كلها لا مركزيه قاصد يعملها كولر فالنهارده ان انت تلزم علي معلول بواجبات دفاعيه مش هتقدر تعملها لان علي معلول ما بيحبش الحته دي هو ممكن يعملها طبعا في الكرات الاضطراريه ان هو يرجع مع الهاف او يكمل في تكمله ماشي. الهجمه ولكن هاني دايما هو اللي واخد واجبات دفاعيه علي معلول انت ما تقدرش تخسره في الحته الدفاعيه هتخسر سلاح مهم جدا في الجانب الهجومي تمام انا حرمكش من حاجه ابدا يا ابو حميد الحالتين جاهزين تمام يلا طيب بصوا بقى يعني هو مش مكتوب لك اهو لا مكتوب ده هدف عبد المنعم ده هدف عبد المنعم طبعا قبل اللي اتكلم ان عبد المنعم اتحرر من مركز المساك ودي تعليمات واضحه جدا من مدير فني مستر كولر ان هو عبد المنعم يتحرر من لاعب مساك او اللاعب الوهمي اللي بيجي دايما جنب كهربا عشان هنا كهربا هو عبد المنعم افضل هيدر في الاهلي بصراحه دي حقيقه وتوقيته عنده توقيت كان بيفكرنا بفلافيو هو اساسا مهاجم هو اصلا كان مهاجم طبعا فهو كان عنده ميزه التوقيت طبعا الهدف ده ناخد منه قوه للنادي الاهلي وفي نفس الوقت نقطه ضعف كبيره جدا لان ما حدش من لعيبه الرجاء ولا واحد طلع مع عبد المنعم فدي غريبه جدا فيبين ضعف المساكين بتوع فريق الرجاء المغربي ان الاثنين بص عبد المنعم الوحيد اللي طلع في اثنين بس ممكن ما تبقاش باينه اثنين مساكين واقفين مع عبد المنعم ده لو يبقى عنده بقول له كده بلال مش هو صاحبك شويه ثبات انفعالي شويه ثبات انفعالي وهدوء في الملعب هيطير فوق لعيب كبير هيطير فوق لا عبد المنعم لعيب ما هيطير مننا فخليك بص كمان غير عبد المنعم كهربا كمان واقف فاضي فعايز اقول لك ان بص حتى المساك اللي ورا كهربا سايب كهربا لوحده فهنا سوء تمركز كبير جدا من فريق الرجاء المغربي والمساكين عندهم مشاكل كبيره جدا فده يبين ان طبعا عندهم مشاكل ده نشوفه في الهدف الثاني ايضا حمدي فتحي بص حمدي فتحي لوحده خالص لازم نقول بيرسي وحمدي بيرسي بصراحه بص لعيبه الرجاء المغربي بص على بيرسي تاو طب مين ماسك حمدي فتحي بص بقى اللي انا بقول لك عليه احمد بص جمال حركاس خرج لحد فينا صح جنب اوهولو يعني بص واقف جنب اوهولو على الدايره ده مش يعني ده مش دوره خالص ان هو يطلع هو هنا برضو في حق في اسمه في اللا شعور يعني اي مدافع في المكان ده يبقى يخاف لو عنده اتنين قدامه مهاجم او جناح ولاعيب خط نص طبيعي جدا مصدر خطوره بالنسبه للمهاجم مهاجم طبعا هتروح على المهاجم طبيعي من غير دي اللعبه اللي بيعملها دايما مستر كولر في الوقت اللي دايما هو حلها بلعب من نص الملعب اي مدرب تاني بيغير طريقه اللعب ويلعب 4-4-2 ممكن لازم طبعا الباك رايت المغطي على المساك المساك اعتقد ده واقف عند الكهرباء المدهولي المدهولي المساك الثاني مشكوره طبعا على تمركزه لانه ده يعني غطى الاوفسايد هم عملوا تقريبا هو كان مذاكر الاهلي كويس جدا فشايف ان اخطر لاعب في النادي الاهلي الفتره الاخيره كهرباء ففضلوا بيلعبوا مان تو مان او بيلعبوا على كهرباء شايف الكره دي كان شريف بعد نزول اعتقد شريف ممكن فحمدي فتحي فاضي جدا مفيش في مباراة يعني انا ما اعتقدش ان ممكن يبقى في يعني في مباراة خروج مغلوب او مباراة مثلا صعبة جدا وقوية ان حمدي فتحي يبقى بالسهولة دي لدرجة ان احنا شكينا من كتر سهولتها ان هي ممكن تبقى اوفسايد انت في لحظة ممكن يعني ازاي فعندهم مشاكل كبيرة جدا في خط الظهر وده باين في الهدف الاول وفي الهدف الثاني لو قدرنا نستغل ان شاء الله النهاردة المساحات اللي ورا الباكين باك رايت والباك ليفت ولعبنا طبعا ونستغل خطوره حسين الشحات وبيرسي تاو مع طبعا امكانيات كهرباء الكبيره ونقطه ضعفهم الواضحه جدا في سوء التمركز بعد الاثنين مساكين اعتقد النادي الاهلي هيقدر في اول الشوط يقدر يجيب هدف يعني طريقه اللعب نقاط الضعف مصادر الخطوره سريعا جدا عشان ما عنديش وقت اغطيهم خلينا ناخد اهم مصادر خطوره فريق الرجاء وكيفيه ايقافها من وجهه نظركم يلا بلال يعني احنا زي ما قلنا بسرعه محمد زريده طبعا اخطر لاعب يسري بزوق ونوفل الزرهوني وعبد الاله الحفيظي لو بدا من البدايه طبعا مع حمزه خبا الرباعي او الرباعي ده تحديدا كل واحد فيهم ليه ميزه يعني يسري بزوق على الرواق الايسر بقى زي ما بيقولوا الاخوه المغاربه ما لعبش ماتش هنا لا يسري بزوق لعب نوفل الزرهوني هو اللي شارك في الشوط الثاني نوفل الزرهوني كان شارك مكانه زكريا الهبطي كنت مركز مع حمزه خبا بصراحه لان حمزه خبا بالنسبه لي
يعني هدفهم واخطرهم، وبالتالي حتى اللعيبه بينها وبين بعضها في الملعب تبقى دايما حاسه ان هو ممكن يبقى اقرب حد للي هو يسجل. هو محمد عبد المنعم بصراحه تعامل معاه تعامل جيد جدا في مباراه الذهاب، نتمنى ان هو يستمر عليها عشان سريعا، وان يعني سواء الجناح الايسر او والايمن النوفل الزرهوني او الهابتي ويسري بوزوق الاثنين لازم يتقرب منهم كويس جدا، خاصه ان نوفل الزرهوني بيجيد التسديد من خارج المرمى، وانا بقول لحضرتك هو منتقل اليوم من الحزم السعودي وكان بيقدم اداء جيد بالمناسبه في الدوري السعودي. فالاثنين دول مع زريده اللي بيجي من تحت وبيعمل الزرهوني ده هيلعب عليه معلول، هيلعب عليه معلول، هيلعب عليه معلول. هو كان لعب المباراه الاولى زكريا الهابتي، ولكن النهارده من الوارد ان هو يبدا من البدايه في النادي الاهلي. انا عايز اقول ان احمد عبد القادر النهارده مرشح انه يكون ليه دور كبير جدا في الشوط الثاني. كلمه اخيره يا احمد، حمزه خبا ده اعتقد هو هيبقى اخطر لاعب النهارده، مهاجم من الرجاء المغربي، مهاجم مميز جدا، هو هداف دوري ابطال افريقيا، واعتقد هو اخطر لاعب في نادي الرجاء المغربي. بشكركم شكرا جزيلا، يعني اكيد هيكون لنا مع بعض لقاءات قريب، وخصوصا كمان تدوركم جاي صح بعد البايرن والارسنال، الريال جاي، دوركم جاي طبعا. اسبوع فين الانسان الالهي، الانسان الالهي، خلينا نركن بس الملف ده دلوقتي. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله رجالتنا، وباذن الله باذن الله ان شاء الله بكره لما نتقابل في حلقه جديده من السادسه اهنيكم وبارك لكم على تاهل الاهلي ان شاء الله على حساب الرجاء النهارده. نتمنى مباراه كبيره، والاهم النتيجه تكون في مصلحتنا في مشوارنا باذن الله لتحقيق النجم ال11 في تاريخ النادي الاهلي. شكرا على المتابعه، بكره حلقه جديده من السادسه، تحياتي ليكم.